أهلا بكم، حلقة جديدة من السلطة الرابعة وجولة جديدة في المواقع المختلفة، نبدأها بالعناوين. في لوفيغارو الفرنسية، انهيار المجتمع اليمني سيزلزل المنطقة والعالم. وفي وكالة الأناضول، واشنطن ترحب بإعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء باليمن. وفي الموقع بوست، دعوات في صنعاء إلى مقاطعة شراء الوقود احتجاجا على الارتفاع القياسي للأسعار. أهلا بكم. قال الباحث والأستاذ في جامعة ساينس بو الفرنسية إن انهيار المجتمع اليمني بفعل الحرب المستمرة سيزلزل المنطقة والعالم، وجاء حديث بونيفوي وهو متخصص في الشؤون اليمنية خلال مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي أتاحت إلى جانب المقابلة تقريرا عن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في اليمن بعنوان اليمن في مواجهة أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. وفي إجابة على تساؤل ما عواقب الحرب التي لا نهاية لها في اليمن، قال إن انهيار المجتمع اليمني لن يحدث خلف الأبواب الموصدة، بل له عواقب وخيمة للمنطقة والعالم. فهذا البلد يقع على طريق النفط، هذا قبل أي شيء آخر، فالأثار التي يمكن أن يخلفها استمرار القتال لا يمكن التنبؤ بها، فقد تعني تدفقات لمئات الآلاف من اللاجئين. من جهة أخرى، فإن الجماعات الجهادية وتنظيم القاعدة الإقليمي يحظى ببعض الدعم في اليمن، خاصة وأن حالة الحرب تزيد من شرعية فرز المجتمع نحو طائفية عنيفة، ما يعزز الحركات الجهادية. وما من شك في أن اليمن سيظل جبهة مهمة في سياق مكافحة تنظيم القاعدة. وفي معهد المشاريع الأمريكي، تطرق تقرير دوري جديد عن اليمن صادر عن مركز التهديدات الحرجة التابع لمعهد المشاريع الأمريكي، تطرق إلى طبيعة التطورات التي شهدتها اليمن خلال الشهر الماضي، ويبرز الأحداث الرئيسية في اليمن معززة بالاستنتاجات التي قدمها. يقول التقرير إن السعي لحل سياسي للصراع لم يعد ضمن أولويات المتحاربين في الحرب الأهلية اليمنية، فبعد 6 سنوات من اقتراح مجلس التعاون الخليجي لمبادرة ضمان سياسية سلمية ونقل الحكومة المركزية في 23 نوفمبر 2011، يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويشير التقرير إلى أن اليمن تحولت إلى أرض للصراع الإقليمي بين السعودية وإيران، حيث قام المتمردون الحوثيون والمتحالفون مع صالح بإطلاق صاروخ باليستي نحو الرياض. ويختتم التقرير: يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على تغيير هياكل الحوافز في اليمن والمنطقة لجلب الأطراف الفاعلة الحيوية إلى المفاوضات. ويقول التقرير إن الحرب الأهلية التي طال أمدها تضر بمصداقية الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، حيث إن الولايات المتحدة تتهم بشكل متزايد بالتخلف عن العمل فيما يتعلق بالملف اليمني. وفي يورو نيوز، صرحت الشركات الكبرى المستوردة للوقود في اليمن أنها لن تكون قادرة على تزويد السوق المحلية بالمواد نهاية الأسبوع، وفق ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الذي صدر الخميس الماضي. كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنفد إمدادات البنزين والديزل خلال الأسبوع المقبل. ويقول الموقع: لقد كان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قال إنه سيسمح بتقديم المساعدات، لكن الأمم المتحدة قالت إن سفنها لا تزال تنتظر الترخيص. من جانبه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن التحالف بقيادة السعودية منح المنظمة الدولية تصريحا لاستئناف نقل موظفي الإغاثة جوا إلى صنعاء، وهي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكنها لم تحصل على إذن برسو سفن تحمل القمح والإمدادات الطبية. وذكر الموقع أن نحو 7 ملايين شخص في اليمن يواجه خطر المجاعة،
وتعتمد حياتهم على المساعدات الدولية، فيما أغلق التحالف الذي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة أغلق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن في 26 تشرين في خطوة قال إنها تهدف لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين من إيران. إلى وكالة الأناضول التي قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بقرار السعودية والتحالف العربي إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء باليمن للسماح بعودة تدفق المساعدات الإنسانية للبلاد. وبحسب الموقع فقد قال البيت الأبيض في بيان له إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان السعودية والتحالف بإعادة فتحها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني بشكل ملح، وأضاف أن التنفيذ الفوري والكلي للإجراءات التي تم الإعلان عنها سيكون خطوة أولى لضمان وصول الطعام والدواء والوقود للشعب اليمني، وسيمكن منظمات الإغاثة من أداء عملها لتخفيف هذه الأزمة الإنسانية. وفي ذات الصدد أعرب البيت الأبيض عن تطلعه لخطوات إضافية لتسهيل التدفق دون أي قيود للوضائع الإنسانية والتجارية من جميع نقاط الدخول المينائية إلى كافة المناطق المحتاجة. وفي ذات السياق فقد نقلت صحيفة القدس العربي ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة إن التحالف بقيادة السعودية منح المنظمة الدولية تصريحا لاستئناف نقل موظفي الإغاثة جوا إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكنها لم تحصل على إذن برسو سفن تحمل القمح والإمدادات الطبية. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن التحالف سمح بقيام رحلات جوية للأمم المتحدة بين صنعاء وعمان بدءا من يومنا هذا بما يشمل التبديل الدوري لعمال الإغاثة، وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتلقى الضوء الأخضر لإرسال السفن تحمل إمدادات إنسانية إلى مينائي الحديدة والصليف كما طلبت. وقال حديثنا يتعلق بشكل خاص على سفينة قبالة ميناء الحديدة تحمل شحنة قمح من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وسفينة أخرى تنتظر في جيبوتي تحمل إمدادات لعلاج الكوليرا ووجهتها أيضا الحديدة. تقول صحيفة عكاظ إن خلافات جديدة تفجرت بين شريكي الانقلاب في اليمن. وبحسب الصحيفة فقد أكدت مصادر أن الحوثيين لجأوا إلى رجال الدين الموالين لهم لعقد اجتماع موسع والخروج ببيان يدعو للانقلاب على المخلوع صالح والإطاحة بحكومة عبد العزيز بن حبتور الانقلابية. وبحسب الصحيفة فقد جاء هذا التوجه للحوثيين بعد سيطرتهم على مفاصل القرار المدني والعسكري في صنعاء على حساب حليفهم المخلوع الذي بات الحلقة الأضعف في الصراع المحتدم. وتضيف الصحيفة لقد كان القيادي الحوثي شمس الدين شرف المعين من قبل الحوثيين مفتيا للديار اليمنية قد دعا أخيرا إلى تشكيل حكومة كفاءات وقال إن الوقت لا يحتمل المحاصصة والمقاسمة والمطلوب التكاتف ونبذ الفاسدين. وشنت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي توالي المخلوع صالح هجوما حادا على ميليشيا الحوثي ووصفتهم بالمرتزقة والمتسكعين وناهبي المال العام. واتهم المتحدث باسم المخلوع عبد المجيد الحنش اتهم ميليشيا الحوثي بممارسة التمييز بين المواطنين. وفي الموقع بوست دعا مواطنون ونقابيون في صنعاء إلى مقاطعة شراء الوقود بعد قرار جماعة الحوثي رفع أسعار المشتقات النفطية. وبحسب التسعيرة الجديدة فقد أقرت سلطة الحوثيين رفع سعر دبة البنزين إلى 8300 ريال.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها سلطة الانقلاب في صنعاء سعر دبة البنزين، وذلك بعد أن كانت أقرت سعرها قبل أقل من أسبوعين ب4500 ريال. وبحسب الموقع فقد أثار هذا القرار استياء عارما في أوساط المواطنين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. من جانب آخر، دعا المهندس أنور العامري المتحدث باسم شركة النفط، دعا المواطنين إلى بدء حملة احتجاجية ضد القرار الذي قال إنه جاء بعد سحب صلاحيات وزارة وشركة النفط في اتهام ضمني منه للحوثيين بالوقوف وراء رفع السعر. أخيراً، هذه هي اليمن وهي تحاول الوصول إلى النور، تحاصرها العقبات والمخاطر. نهاية جولتنا لهذا اليوم. السلطة الرابعة، دمتم في أمان الله.